رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خالص التهاني إلى جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة باستحقاق مملكة البحرين العضوية الكاملة لمنظمة إيكاهو العالمية والتي تعنى بشأن مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة. أكد سموه أن حصول مملكة البحرين عبر الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة على العضوية الكاملة في الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة لإيكاهو هو يمثل إنجازا جديدا لرياضة جمال الخيل العربية البحرينية، كما يؤكد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها البحرين في رياضة جمال الخيل والسلالات العريقة التي تحتويها البحرين، مؤكدا سموه أن الانضمام الكامل إلى الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة يمهد الطريق أمام جمال الخيل العربية البحرينية إلى تحقيق المزيد من التطور والنماء بما يتوافق مع استراتيجية تطوير منظومة رياضة الفروسية في المملكة، ويشكل اعترافا من المنظمة العالمية بما تمتلكه البحرين من قدرات كبيرة في مجال رياضة جمال الخيل العربية. من جهته رفع سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة خالص التهاني كذلك إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حصول المملكة على العضوية الكاملة لمنظمة الإيكاهو.